هذه امور غادي نهضروا فيها بيناتنا، وتنبغي ان هذه الامور هذه تبقى داخليه في الفيستير، وغادي نحاولوا نعالجوا هذه الامور داخليا بيناتنا. بالنسبه للصفير على الناهيري او غير الناهيري، فحنا تندعموا اللاعبين اللي معنا في المجموعه، وتتبقى هذه اراء ديال الجمهور اللي تتحترم. وحنا كمجموعه خصنا ندافعوا على اللاعبين كاملين، لان الا واحد ما دافعناش عليه فالجروب كله غادي نقدروا نفقدوه. الامور كانت واضحه، يعني كانت واضحه بان كان خلل في وسط الدفاع. هذه امور يعني بين الجميع. الامر الاخر اللي هو ديال النقاش، اللي يقدر يكون ما حتى شي واحد ما توقعها، ولكن حاولنا ما امكن باش لو تريونغل اللي كنا تلعبوا ب 2-1، يعني لو تريونغل الراس ديالو في القدام، حاولنا قلبناه باش النقاش هو اللي يكون لو سول لي في لو 6، وحاولنا دفعنا بالكارتي وبالجبران القدام باش يتاحوا فرص اخرى وباش يمكن لينا نضغطوا على الخصم.